هنا يحتشد الموظفون من كل القطاعات في مدينة تعز للمطالبة بسرعة صرف مرتباتهم ومستحقاتهم المالية، خصوصا مع تدهور الأوضاع المعيشية جراء الحرب والحصار. خرجنا اليوم طبعا، مطلبنا هو مطالبة الحكومة الشرعية بصرف مرتبات الموظفين، حيث ان الوضع في تعز وصل الى الوضع المعيشي، الناس مش قادرين يوفروا ابسط الامور لاولادهم. والله يهمنا كله الراتب، نحتاج للعلاج، نحتاج للغذاء، نحتاج للدواء. تعز طبعا محاصر، واحنا نشيل هضبة تعز، نشيل بنادو الحديثة، نشيل تلفت لنا الحكومة الشرعية بعين الاهتمام. عدم صرف المرتبات قصة مأساة جديدة تضاف إلى قاموس المعاناة في هذه المدينة. وعلى الجانب الآخر، تعقد الجهات الرسمية في المحافظة ورشة تدريبية بالتنسيق مع صندوق التنمية الاجتماعي من أجل الخروج بمصفوفة تساهم في خلق فرص العمل في مدينة توسعت فيها رقعة البطالة. في ظل اتساع رقعة البطالة داخل محافظة تعز واشتداد الحصار والخناق على محافظة تعز، أيضا ازدياد معاناة المواطنين مع انقطاع الرواتب وعدم وجود فرص عمل كثيرة، يأتي هذا المشروع لتخفيف معاناة الكثير من المواطنين بحيث يستهدف 5000 أسرة تقوم في مجموعة من الأنشطة في مجال التوعية ومجال التشجير، أيضا تهيئة مجموعة من الملاعب الرياضية. هذا المشروع إن شاء الله سيخفف على معاناة الكثير من المواطنين داخل المدينة المعاصرة. تخفيف المعاناة وتلمس احتياجات الناس وسرعة تنفيذ المطالب كان لابد أن يكون حاضرا في قائمة اهتمامات الحكومة الشرعية التي، وكما يرى المواطنون، أنها تبدو شبه غائبة في مدينة لطالما أنهكتها آلة الحرب. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.